بمشاركة أبناء وأسر شهداء الواجب الأبرار، أقام نادي ضباط الأمن العام فعالية العيدية بمناسبة عيد الأضحى المبارك ضمن أنشطة النادي الاجتماعية والتراثية التي تهدف إلى إدخال البهجة والسرور في قلوب أبناء منتسبي الوزارة، خصوصا من أبناء الشهداء، وإفساح المجال لهم للتعبير عن فرحتهم بعيد الأضحى المبارك. في أجواء عيد الأضحى المبارك والتي تعتبر العيدية فيه عادة اجتماعية متوارثة وجزء من فرحة العيد خصوصا عند الأطفال، ومن هذا المنطلق أقام نادي ضباط الأمن العام فعالية العيدية بمشاركة من أبناء شهداء الواجب وأبناء الضباط. طبعا احنا نشكر وزارة الداخلية على نفس دي الفعاليات اللي يسوونها كل سنة، مالت العيد مالت رمضان، وايد الأهالي يستانسون الحيبيه، بعد نشكر جهودهم كلها ويعطيهم العافيه. نسوي تجارب علميه نوري الاطفال يعني شلون الاشياء اللي يدرسونها في المدرسه يقدرون يطبقونها في حياتهم العمليه، مثل الكهرباء وتوصيل الكهرباء، نسبه المياه في الاجسام وانتقال الكهرباء من جسم لاخر، فنوظفهم يعني الاجهزه عشان تفرجيهم يعني اللي يدرسونه شلون يطبقونه في حياتهم العمليه. تضمنت فعاليات الاحتفال العديد من الأنشطة المتنوعة التي رسمت الابتسامة والفرحة على وجوه الأبناء بحضور نخبة من الأعلاميين الذين قدموا العديد من المسابقات والجوائز للأطفال، وتم كذلك خلال الاحتفال تقديم فقرة القصة القصيرة والركن التعليمي، تلاه العديد من الفعاليات والعروض التفاعلية للأطفال، كما وقامت إدارة النادي بتوزيع الهدايا على الأطفال بهذه المناسبة. استانسنا واليهال مستانسين ويلعبون ويستانسون، وعيدكم مبارك. فعالية الجميلة الممتعة، واستمتعنا في الفعالية، شكرا لكم. عيدكم مبارك. الحفلة كانت حلوة والألعاب كانت حلوة وكل شيء كان حلو. عساكم من عودة، الفعاليات اليوم كانت وايد حلوة، واليوم الألعاب عطوني هدايا. كل عام وانتم بخير، وشكرا لوزارة الداخلية، وعيدكم مبارك. إدارة النادي حرصت على ترسيخ فكرة قضاء وقت ممتع والاحتفال بالعيد في جو عائلي لأبناء منتسبي وزارة الداخلية، وإفساح المجال لهم للتعبير عن فرحتهم بعيد الأضحى المبارك من خلال مجموعة من الخطط والبرامج والأنشطة التي يقيمها النادي لجميع المناسبات.